السلام عليكم ورحمة الله. مناشدة من طلاب الصفوف الغير المنتهية إلى وزارة التربية بإعطاء 10 درجات حتى توصلهم إلى درجة النجاح. طبعاً يعني نقول نسوي مناشدات حتى توصل للوزارة، لأن كثير من التعليقات جاي يعلقون ريد مناشدة لوزارة التربية على مود 10 درجات، لأن 5 درجات مدد كفي. وإحنا من خلال قناتنا المتواضعة نوصل صوتنا إلى وزارة التربية حتى عسى ولعل توافق على 10 درجات اللي توصلهم إلى درجة النجاح اللي الطالب اللي واقف على كم درجة، إن شاء الله تعطيهم الوزارة ويتأهل إلى المرحلة الأخرى، واللي الراسب يتأهل للدور الثاني، وإن شاء الله وزارة التربية توافق. بعد شوف التعليقات كلها تناشد الوزارة 10 درجات، يعني صدق ما تكفي الـ5، وهم كل درس كتابين، كل مادة كتابين. شوفوا هاي التعليقات كلها 10 درجات للصفوف الغير المنتهية. يلا ساعدوا الفيديو لايك ومشاهدات، لأن مشاهداتكم ما تكفي حتى توصل للوزارة. نشروا على مواقع التواصل حتى يوصل إلى وزارة التربية.